أكدت وزارة الموارد المائية أن الخزين المائي جيد ويفي بتأمين الاحتياجات المائية كافة لأغراض الزراعة والشرب والصناعة والبلديات ولأغراض البيئة الموسمين المقبلين. الوزارة في بيان لها أكدت أن الواردات المائية لنهر دجلة تفوق المعدلات السنوية في هذا الشهر مقارنة بالأعوام السابقة، مبينة أن العراق طلب من الجانب التركي ومنذ شهر كانون الثاني من العام الحالي البدء بملء سد أليسو. قرابة 500 متر مكعب يوميا من الإطلاقات المائية سيخسرها العراق بعد إعلان الجانب التركي البدء بملء سد أليسو، لكن وزارة الموارد المائية تؤكد عدم تأثر العراق بخطة الإملاء في ظل ارتفاع الخزين المائي واستمرار تدفق الإطلاقات المائية عبر نهر الفرات. عادة مثل هذا الوقت أصلا الإطلاقات يعني كمعدل سنوي المفروض أقل من ما ديجينا اليوم، زائدا انه السد مالتنا ايضا هو يعني حوالي 80% هو ممتلئ، احنا نريد ننقص شويه من عنده لانتظار الموسم القادم، احتمال تجينا كميات الامطار، فلازم يكون عندنا فد فراغ خزني، احنا هذا مهم لنا ومهم لهم ايضا. وبينما يستقبل خزان سد حديث اطلاقات مائيه تتراوح بين 600 متر مكعب الى 900 متر مكعب يوميا، تبقى قرابه 200 متر مكعب من الاطلاقات المائيه تتدفق نحو سد الموصل من الجانب التركي، اطلاقات مائيه رغم انخفاضها لكنها لن تؤثر حتى الصيف القادم بحسب خبراء المياه على استهلاك العراق من المياه للإرواء الزراعي والاستهلاك البشري. اتفاق مسبق على خطة الإملاء، وحقيقة سيكون هناك وفد بعد زيارة الوفد التركي والاتفاق على آلية لموضوع تقاسم المياه ووضع خطة عادلة وأيضا عملية يعني مراقبة محطات رصد التصاريف ونوعية المياه. وتستغرق مدة إملاء سد أليسو عاما كاملا بحسب توقعات وزارة الموارد المائية التي تحضر لزيارة وفد فني عراقي إلى تركيا مطلع الشهر المقبل لمعرفة خطة الجانب التركي لملء سد أليسو دون الإضرار بحصة العراق المائية وفق آخر اتفاق حصل خلال زيارة الوفد التركي إلى بغداد. قد يتأثر نهر دجلة قليلا في المراحل الأولية بعد إعلان الجانب التركي البدء بملء سد أليسو، لكن وزارة الموارد المائية تؤكد عدم تأثر العراق بذلك نتيجة استمرار تدفق الإطلاقات المائية عبر نهر الفرات بشكل يعوض انخفاض المناسيب في نهر دجلة. من بغداد سجاد الموسوي، العراقية IMN.